تعادل سلبي بدون اهداف بين الاهلي ووادي دجله في شوط اول، يمكن ما شفناش فيه حاجه غير اخر 7-8 دقائق. يعني الشوط كله تقريبا الفرقتين الاهلي ووادي دجله، يمكن النادي الاهلي ريح وادي دجله في اوقات كتير جدا من الشوط الاول، هو ده اللي كان عايزه وادي دجله. لما ابتدى النادي الاهلي يضغط على فرقه وادي دجله وابتدى يروح، كان في الدقيقه مثلا 36 37. مش عايز اتكلم زياده عشان الضيوف بيبصوا عليا، فهنطلع لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع ضيوفنا الكبار. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين وكابتن علاء. شفنا تعادل سلبي الشوط الاولاني، بس كان ممكن اخر 7-8 دقائق النادي الاهلي يحسم الشوط لصالحه بفارق هدف او هدفين على الاقل. واحنا شفنا شوط غير احنا اتكلمنا فيه خالص مع الفرقتين الحقيقه، يعني فرقه الاهلي وفرقه وادي دجله اتكلمنا في حاجه وشفنا حاجه ثانيه جدا. شوط سلبي في كل حاجه، ورغم السلبيه والاخطاء الكتير قوي في الشوط الاول ده كنت ممكن تحرز هدف في الاخر، لكن في اخطاء كتير قوي في الملعب. الملعب يعني هما الفرقتين مش فرقة واحدة، بيلعبوا 18 18، ودي في كرة قدم غريبة جدا يعني فعلا. ليه ليه كده؟ وبعدين مساحات هنا ومساحات هنا كتيرة جدا جدا جدا، يعني كلنا كنا بنتكلم وادي دجلة حوالي يقفل مساحات، لا هو مش قافل مساحات، بيلعب يعني بيلعب بطريقة برضو يعني مثيرة شوية للي بيتفرج. الملعب يعني مفتوح من كل الأجناب، المساحات موجودة في نص الملعب كتير جدا، لكن المشكلة الأكبر غلطين بيعملوها النادي الأهلي، بطء في التمرير وعدم ضغط وانتشار وحش قوي الضغط، وواضح ان مستر موسيماني هو اللي طالب كده، ان هو انت مستني في نص ملعبه، ودي ما اعرفش ليه، جايز عشان الجو في الاول ويضغط الشوط الثاني، لكن انا مش عارف ليه هو ما ضغطش من الشوط الاول، لان ادى الحاجه اللي بيمتاز بها دجله ايمن، ادهم الحاجه اللي هم عايزينها المساحات، وبيبداوا يلعبوا الكره من رجل لرجل وخلاص على كده. كابتن اسامه ايه رايك في الشوط الاول؟ اللي انتوا اتكلمتوا على النقطة دي اللي مهمة واضحة جدا، احنا قلنا دجلة بينقل ويعمل استحواذ كويس وبيبدأ الهجماته من أول عبد المنصف. النادي الأهلي مدي المساحة والوقت لدجلة إنه ينقل من تحت مستريح، وكمان المشكلة إنك أنت لما تفضل في نص ملعبك المفروض نص ملعبك يبقى مقفول. أنا شايف في خلل شوية من حمدي فتحي وإليو ديانج ومساعدة كهربا وحسين الشحات، مش قافلين نص ملعبنا كويس، فبيستلموا كمان يا كابتن، مطولين الملعب علينا قوي. ما انا بقول لك يعني عاملين عمق دفاعي غريب جدا. لا احيانا بترجع لتلتين الملعب، بس اللي انا اقصده كمان انت بترجع واحيانا بترجع نص ملعبك، بس برضو في مساحات ورا نص ملعبك بيستلموا فيها سواء احمد سعيد سواء هلال، وبيعملوا هجمات خطر بالذات من ناحيه الشمال، من ناحيه حسام عرفات اسحاق يعقوب. بس هم انهاء هجماتهم ضعيف جدا وحش جدا، يعني على كل في فتره طويله استلموا كانوا بيعملوا استحواذ كويس وبيعملوا هجمات من ناحيه الشمال، ولكن خطورة. النهايه ما فيهاش خطوره. النادي الاهلي الفترات اللي بيضغط فيها بيعمل خطوره. ايوه في كوره لما نجيبها بعد كده من ديانج وقفشه في الدقيقه 17 كانت هتيجي جون لو من ضغط سريع قدام. أيوة. واخر خمس دقائق لما النادي الاهلي ابتدى يضغط من قدام اغلطهم كتير جدا. صحيح. فدي نقطه مهمه، انا شايف انه علي معلول هو افوق لعيب في النادي الاهلي الى حد كبير، عامل اللي عليه، بيعمل كرات عرضيه خطر، عامل شغل كويس، لكن المفروض المسانده تبقى من بقيه اللعيبه اكتر من كده. كابتن عادل، الحلول مثل موسيماني الشوط الثاني؟ يعني اول حاجه احنا ضيعنا 45 دقيقه هباء في الشوط الاولاني، وده اتكلمنا فيه اكتر من مره يا جماعه. الفتره دي ما ينفعش فيها انك انت تلعب على الشوط الثاني، لان وادي دجله كابتن من الفرق اللي بتعرف تمسك الكوره كويس، لو في الشوط الثاني انت ضغطت عليه وعاوز تكسب ممكن يتعبوك شويه. لكن من حاجات اللي ممكن يعملها مستر موسيماني ان هو يرجع للمباراه وبسرعه ويكسب، يعني انا بعتبر 0-0 دي خساره لينا، يعني طبعا. عشان نكسب المباراه كويس قوي، اولا الضغط العالي قوي ده رقم واحد، ده تضييق المساحات الملعب، رامي وياسر لازم يبقوا في وسط الملعب لان عاملين جاب كبير قوي او عاملين عمق كبير قوي. العمق الدفاعي والعمق الهجومي بتاعنا مش جيد، محمد شريف بينزل ودي برده مش جيد، تسيبها لقفشه عشان بتقفل عليه. الناحيه اليمين لازم تعمل افضل من كده، لان الناحيه اليمين هم بيهاجموا وادي دجله من ناحيه الشمال اللي هي محمد هاني وحسين الشحات، بحس ان الاثنين
يعني الانتاج قليل شويه والتعاون بينهم قليل شويه، لكن الانتاج من ناحيه الشمال كويس، فندوس في ناحيه الشمال كويس وناحيه اليمين نشتغل بيها يا حد ما، وبواليا ينزل بدري قوي علشان يجيب جول. كابتن بلال، الشوط الثاني عندنا اوراق على الدكه ممكن يلجا لها مستر موسيماني، ولكن في الحاله ديت هو هيغير اسلوب اللعب، يعني مثلا لو لعب براسين حربه اكيد هيبقى على حساب حد من نص الملعب. طيب مظبوط. بص انا اتفق مع كابتن عادل، انت النهارده الحاله اللي انت فيها او هتقدر تسجل منها اهداف هم حالتين، التحول السريع تمام من الدفاع للهجوم، انك وانت بتضغط ودي مطلوب فيها تركيز كبير، لان جات لنا فرصتين، فرصه لشريف وفرصه لمجدي قفشه، كان الاثنين ممكن تسجل منهم هدفين، ودول اخطاء من دفاعات وادي دجله، لانه واضح ان وادي دجله بيلعب نفس الستايل ونفس الاسلوب اللي كان بيلعب بيه تاكس، ما فيش اي حاجه اتغيرت، المساحات مفتوحه في خط ظهرهم، هم بيلعبوا على الاستحواذ، منتشرين بشكل كبير جدا في الملعب كله، ولكن عندهم ازمه كبيره جدا ان هم ما عندهمش ارتداد سريع، وهم ما بيعملوش الدفاع الكومباكت في الحاله الدفاعيه، فدي بتدي فرصه للنادي الاهلي لو استغلنا الفرص بشكل كويس، ولو عملنا الضغط من قدام، لان النادي الاهلي مش مطلوب النهارده ان هو يضغط من نص ملعبه، المفروض انه يضغط النهارده من قدام، عشان لما تضغط تتحول بسرعه تبقى قريب من المرمى تقدر تسجل اهداف. بس ايه اسباب البطء في بناء الهجمات؟ يعني احنا بطء زياده عن اللزوم. بص يا كابتن، شوف انت يعني دجله عندها لعيبه سريعه وبتضغط بشكل كويس قوي، ودي دي مسببه لك انت مشكله انك تبني الهجمات بشكل سريع، لان هم بيضغطوا كويس في نص ملعب. عشان كده بقول لك الحل الامثل بالنسبه لنا ان احنا واحنا بنضغط نضغط من قدام، نضغط يعني من ثلثين الملعب، ما نستناش نص ملعب، لانه عنده حلول كتير، عنده لعيبه كابتن عندها مهارات فرديه، بينزلوا عبد العاطي بينزل في نص ملعب يستلم، وعنده سرعه وعنده رؤيه كويسه، بيقدر يلعب على طرفين الملعب، فانت مطالب انك تضغط من قدام، لان هم عندهم برده حته، مش عايز اقول الثقه الزايده، نفس طريقه اللعب بتاعت تاكيس جوناس، ان هو انت عايز تلعب، عايز تطلع الكوره من رجل لرجل، ممكن تضغط، عملتها مره واثنين وقدرت انك توصل للمرمى بتاعهم بشكل كويس، ولكن التركيز في الهجمات. الشوط الثاني زي ما قال كابتن اسامه، ان انت النهارده الافضل بالنسبه لك هو علي معلول، ده لعيب بيعمل كروسات كل 3 4 دقايق بتلاقي كروس من ناحيه الشمال، محمد هاني برده النهارده عمل اثنين كويسين، فمطلوب واحد بيعرف يلعب بدماغه في ال 18، مطلوب بواليا ينزل الشوط الثاني من بدايته عشان تقدر تستغل الكرات العرضيه ويلعب راس، لان طبعا لان عدم وجود لعيب بيلعب بدماغه كانك انت ما بتعملش اي هجمات، في نقطه فرص محققين، في نقطه فرقت كتير جدا مع النادي الاهلي وهتفرق معاه في الشوط الثاني، تغييرين مرعي وبسام الباك رايت والسردباك، لازم نستغلهم الاثنين اللي نزلوا، مع احترامي ليهم ايهاب المباركي وتاكا وكارتا، واضح ان هم اقل صحيح، فالنادي الاهلي لازم يستغل النقطه دي كمان جدا. صحيح، احنا عرفنا عموما برضو ان كل بدلاء النادي الاهلي بيسخنوا، وواضح كده ان مستر موسيماني هيغير من بدايه الشوط الثاني. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني لتحقيق الفوز. نشوف حضراتكم بعد الفاصل ونهايه احداث المباراه، كل التوفيق مره ثانيه للنادي الاهلي الشوط الثاني. فاصل ونقابلكم مره ثانيه.